عباد الله، إن هذا الشهر يختم بأعمال جليلة، يختم هذا الشهر بالتوبة والاستغفار والإكثار من التوبة بقلب حاضر وقصد لها. ليست التوبة باللسان فقط، إنما التوبة تكون باللسان وتكون بالقلب وتكون بإصلاح العمل. إن الله سبحانه وتعالى جواد كريم، إذا تاب إليه العبد قبله وأكرمه، والله جل وعلا يفرح بتوبتنا أشد مما يفرح به من فقد راحلته في أرض مهلكة عليها طعامه وشرابه، جلس أو اضطجع تحت ظل شجرة ينتظر الموت، فإذا براحلته فوق رأسه فيأخذ بزمامها ويقول من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، والله ليس بحاجة إلينا ولا إلى توبتنا، وإنما نحن المحتاجون إلى الله سبحانه، والله يحب لنا الخير ويحب لنا الجنة ويحب لنا الجزاء الحسن. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فعلى المسلم أن يتذكر أعماله، يستحضر أحواله، ويبادر بالأمر قبل أن يفوت. فإن الإنسان إذا بلغت الروح الحلقوم وحضره الموت لن تقبل توبته، وإلا فكل يتوب في تلك الساعة، ولكن لا تنفع التوبة لأنه انتهى وقتها وأغلق بابها. فلنبادر يا عباد الله إلى التوبة النصوح: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن هذا الشهر يتبع بالاستغفار والتوبة إلى الله والخوف من سوء العاقبة والخوف أن ترد أعمالنا علينا بعدما تعبنا فيها، لأن نياتنا فيها غير مستقيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إن هذا الشهر يختم بالتكبير، قال الله جل وعلا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إن هذا الشهر يختم بإخراج صدقة الفطر طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث، وهي صاع من الطعام مما يؤكل في البلد، صاع من الطعام بالصاع النبوي، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المقدار، صاع من الطعام، صاع من البر، صاع من الشعير، صاع من التمر، صاع من الأقط، صاع من الزبيب، وذلك باعتبار اختلاف أقوات الناس، فكل يخرج من القوت الذي يقتات به في بلده. فأخرجوا صدقة الفطر من طيبات ما تكتسبون من أموالكم، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ومقدارها بالصاع النبوي صاع، وهو 3 كيلو تقريبا في الوقت الحاضر، 3 كيلو تقريبا في الوقت الحاضر. أخرجوها قبل صلاة العيد، إذا ثبت هلال شوال فإنها تخرج بعد ثبوت الهلال إلى أن يخرج المصلون لصلاة العيد، فلا تتعدى هذا الوقت، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. بادروا بإخراجها، أعطوها للفقراء والمحتاجين.